أعزائي المشاهدين، معي أبطال الرد السريع في منطقة عز الجنة. المصرية بتسعة؟ هاي السيارات مال المدنيين داعش كلهم حرضهم. المصرية توجد ضمن قاطع في القطاع السريع، وهذا ما ينقل حقيقة للشعب العراقي وخاصة للشعب المصري عن حقائق الدواعش الأنذال الذي تم قتل عدد من المدنيين بواسطة القناص. تعرف أنت أنه الدواعش الأسلوب الخبيث المتواجد ضمن منطقة الزنجيلي هو تفخيخ الدور بالكامل واحتجاز العوائل، وهذا يحتاج لوقت لخروج العوائل من البيوت لأن تطهير ممرات لهم وتطهير البيوت لحين خروج العوائل إلى منطقة الركاب والترجل هي المنطقة الآمنة، وبعد ذلك نقلهم إلى المخيمات. طبعا الدواعش تكبدوا خسائر جسيمة خلال هذه الفترة في منطقة الزنجيلي، أكثر من 200 قتيل تم قتلهم من قبل تحالف الدول وأيضا طيران الجيش وقطاعات فرقة الرد السريع. باشرت قطاعات فرقة الرد السريع الساعة 6 من صباح هذا اليوم بتحرير منطقة الزنجيلي باتجاه المنطقة القديمة. الحمد لله وشكر، اليوم ما بقى شيء إلا يعني تحرير منطقة الزنجيري، ما بقى إلا 20%. حاليا احنا قريبين من فركة الزنجيري والتسفيرات، الحمد لله وشكر قطاعاتنا جاي تتقدم على الواجب المرسوم لها وبصورة جيدة، العدو منهار. السلام عليكم. شلونك يا بطل؟ شنو معنوياتكم؟ معنويات عالية إن شاء الله، وإحنا الساعة حاليا منطقة الزنجي اللي ما بقى يوم إن شاء الله وعلى التحرير. شو نشوف العدو ده يواجه ولا ده يشرد؟ لا والله قاعد يشرد، ما بقى إن شاء الله يوم نزف البشرة كاملة. كيف بقى لها زنجي؟ ما بقت أمتار إن شاء الله، 100 متر 200 متر. شو نشوف تعاون من الأهالي؟ ده يتعاونوا وياكم؟ والله الأهالي قاعد يطلعون بس داعش يعني محاصرهم شوي. تعاون إن شاء الله. تعاون وياكم؟ إن شاء الله قاعد يتعاونون إن شاء الله.